السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بيسان والكرة. في فيديو اليوم سنتطرق كما فعلنا دائما لأهم أخبار لاعبين المحترفين المنتشرين في كل أصقاع العالم. لنبدأ. نبدأ أخبار اليوم من إنجلترا وجديد سعيد بن رحمة. الدولي الجزائري توج بجائزة أحسن لاعب في فريقه للموسم المنقضي. أهداف بن رحمة 17 وتمريرته الحاسمة 9 أقنعت أنصار ناديه الذين صوتوا له بقوة. بن رحمة من جهة أخرى ما زال ينافس على جائزة أكبر وهي لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، ولو أن المنافسة هنا ستكون صعبة جدا. بخصوص مستقبله، لا توجد أي مستجدات واللاعب لحد الآن لم يعد لتدريبات فريقه برنتفورد. في هذا الخصوص نشير إلى أن نادي تشيلسي حسم بشكل رسمي أو بشكل شبه رسمي صفقة كاي هافارتس لاعب باير ليفركوزن ب 80 مليون أورو و 20 مليون كمتغيرات، وهو بالمناسبة يلعب في نفس مركز بن رحمة تقريبا. إلى أخبار الموهبة رايان أيت نوري، صحيفة ليكيب وفي عددها اليوم الاثنين كشفت أن رايان كان قريبا جدا من البارسا، ولولا خسارة 8 ضد بايرن ميونخ وقالت المدير الرياضي إيريك أبيدال لكان في الكامب نو ربما. ليكيب قالت أن أبيدال كان يتابع أيت نوري ومعجب به ويرغب في ضمه لمنافسة الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا، لكن كل شيء سقط في الماء بسبب البايرن. إلى ذلك قالت ليكيب أن أيت نوري مراقب وأن هناك عدة أندية تريده في صورة أتلتيكو مدريد وأيضا ولفرهامبتون الذي يبحث عن ظهير أيسر. بخصوص ولفرهامبتون أستبعد أن يكون قد طلبه لأن وكيل أيت نوري هو البرتغالي خورخي مانداس، نفس وكيل فوزي غلام، ومانداس يعمل هذه الأيام على نقل غلام للولفز وليس أيت نوري. أعلن نادي مالاغا وبشكل مفاجئ تسريح كل لاعبيه المحترفين. النادي الأندلسي تحجج بالعوائق المالية وقال أنه لن يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه اللاعبين. لاعب الخضر محمد بن خماسة ما زال يملك عاما في عقده، لكن يجب عليه البحث عن نادي على ما يبدو. أتمنى حقا ألا يعود للجزائر. لا يختلف اثنان على أن اسم الأبرز في فرنسا حاليا هو اسم الموهبة أمين غويري. غويري سجل ثنائية في افتتاح لقاءات نيس في الدوري قاد بها فريقه للفوز بهدفين لهدف. الصحافة الفرنسية أشادت مطولا بغويري حتى أن صحيفة ليكيب وصفته بالذهبي. صحيفة فرانس فوتبول من جهتها لم تحتاج لكثير من التفكير وقرر القائمون عليها وضع اسم غويري في مركز الهجوم بالنسبة لتشكيلتها المثالية للجولة الأولى. وقدم غويري مستوى أكثر من رائع نال بفضله إشادة مدربه باتريك فييرا الذي أشاد بفنيته وخاصة بقتاليته على الكرة وعمله الدفاعي. غويري حظي أيضا بإشادة زملائه اللاعبين حسن كامارا، دان دوي، مورغان تشاندرلين وأيضا أندي بيلمار. التصريحات كاملة وتصريح غويري أيضا على قناة نيس الرسمية على اليوتيوب لمن يريد سماعها. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى. نلتقي في فيديو جديد وأخبار جديدة إن شاء الله. سلام.